أعلنت شركة مطار البحرين أن مطار البحرين الدولي قد أصبح أحدث ميناء جوي في منطقة الشرق الأوسط يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من مجلس المطارات العالمي. ويأتي هذا الاعتراف رفيع المستوى من إحدى كبريات هيئات الطيران العالمية تقديرا لإنجازات شركة مطار البحرين في حماية صحة المسافرين والموظفين وضمان سلامتهم أثناء جائحة كوفيد-19. ويجري برنامج الاعتماد تقييما لمدى توافق تدابير الصحة والسلامة بالمطارات مع توجيهات إعادة تشغيل قطاع الطيران والتعافي الصادرة من مجلس المطارات العالمي وتوصيات فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو وأفضل الممارسات الدولية في قطاع النقل الجوي. وتتضمن الجوانب التي تخضع للتقييم التنظيف والتعقيم والتباعد الاجتماعي متى ما كان ملائما وعمليا وحماية الموظفين والتصميم الداخلي والتواصل الفعال مع المسافرين بالإضافة إلى مرافق المسافرين. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البن فلاح أن هذا الإنجاز العالمي الجديد لا يخص شركة مطار البحرين وحدها، بل يعكس تفاني العديد من الأطراف وجهودها الدؤوبة منذ بداية الجائحة.